سيادة الرئيس مبروك. أنا ناشئ تتيجي من قناتين، وإحنا بنزرع الأمل دلوقتي وبنعلي من حائط الثقة زي ما حضرتك تفضلت. طمنت العالم على تجارته، طمنت مصر على قناتها. ملامح الجمهورية الجديدة للعالم من هذا المكان أعتقد إنه هتكون رسالة واضحة وجلية. ده الأول. الثاني، طمنت المصريين برضو على قناتهم بكل ثقة. نطمن المصريين على نيلهم برضو في هذه اللحظة من هذا المشهد. آخر نقطة سيادة الرئيس، بقترح إنجاز فيها، نقترح إن هيئة قناة السويس تتقدم إحدى المؤسسات المصرية لتنال جائزة نوبل للاقتصاد، لأنها أنقذت تجارة العالم في لحظة فارقة. العالم كله شعر بأهمية قناة السويس. شكرا جزيلا. المقترح ده انا بضم صوتي لصوتكم جميعا، فان فعلا يعني اذا كنا بنتكلم على هيئه اقتصاديه ليها تاثير كبير جدا على التجاره العالميه، اتصور ان الحدث اللي تم خلال الست ايام اللي فاتوا اكد ان ممكن الجائزه ديت، لو هم يعني هنبقى سعداء قوي ان هم يدوا جائزه لهذا المرفق العظيم. يعني فيما يخص الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو موضوع الميه، اللي هو موضوع اللي شغلني وشغلكم كلكم، انا بس عايز اقول ان موضوع التفاوض ده يعني ده خيارنا اللي احنا بدأنا بيه. وعايز اقول لكم ان يعني هقفز كده على 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 حاجه عمري ما كلمت فيها. العمل العدائي قبيح وليه تأثيرات كبيرة جدا تمتد لسنوات طويلة، لأن الشعوب ما بتنساش ده. فإحنا بس عشان يبقى دايما حتى وإحنا كإعلاميين بنتكلم على إن المعركة بتاعتنا معركة تفاوض. وكل يوم الرأي العام العالمي، كل يوم الكبار المسؤولين في الدول العالم بترى، وإحنا بنكسب أرض بإن إحنا جادين في إن إحنا نتفاوض بشكل يحقق الكسب للجميع، يعني ما يبقاش في حد يستأثر بحاجة. وكل اللي بنطلبه أمر لا يخرج عن القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في التعامل مع هذه الموضوعات اللي هي المياه العابرة للحدود. احنا ماشيين في ده، ويمكن خلال الأسابيع القليلة القادمة هيبقى في تحرك يعني إضافي، مفاوضات في هذا الموضوع، ونتمنى ان احنا نصل للاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. احنا ما بنتكلمش كتير، بس انا بقول للناس كلها ما حدش هيقدر ياخد نقطة مية من مصر، واللي عايز يجرب يجرب. احنا ما بنهددش حد لو سمحتوا، ما احنا عمرنا ما هددنا، ودايما حوارنا رشيد جدا ويعني صبور جدا، لكن محدش هيقدر ياخد نقطة ماء من مصر، وإلا هيبقى فيه حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد، لا يتخيلها أحد، ومحدش يتصور إنه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا. لا، أنا عمري ما اتكلمت كده وأنا ما هددش حد. بقول تاني، مية مصر لا مساس بيها، والمساس بيها خط أحمر، وهيبقى رد فعلنا في حالة المساس بيها أمر هيأثر على استقرار المنطقة بالكامل. شكرا.